سهلا فيكم في مكان جديد في أوتاوا. إحنا الآن في أحد أشهر الأماكن اللي اسمها ليتل إيطالي. ليتل إيطالي طبعا الإيطاليين هاجروا كتير على كندا، ومعظمهم استقر في قرى ومدن خاصة فيهم أو سموه المنطقة باسمهم، لأنهم عادة بدأوا بيزنس معظمه بالفود والإندستريال والكونستراكشن. الإيطاليين هون عملوا جود ماركت لنفسهم، وعشان هيك صار عندنا شغلة اسمها ليتل إيطالي زي ما أنتم شايفين قدام. هلا مش بس إيطاليين موجود في هذا المكان، في محلات عربية، في محلات أوروبية، في محلات فيتنامية، في محلات صينية، بس بشكل عام ليتل إيطالي انشهرت لأنه هي مكان للسهرات والأعداد، وزي ما انتم شايفين يوروبيان ستايل، تقعد برا بتاكل بتعشى بتتغدى خاصة بالويك إندز. ليتل إيطالي دائما بصير فيها فيستيفال بسموها فيستيفال اوف إيطالي أو إيطالي ويك في أوتاوا، حاط لكم لينك تبعه عشان تقدروا تدخلوا وتشوفوا امتى راح يصير كل سنه، لانه كل سنه بتغير من تاريخ لتاريخ بالضبط. واخر ليتل إيطالي يعني احنا لو ضلينا سايقين لقدام بنوصل للداوز لايك. عجبتكم القناه بامل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.